بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اتلتيكو بلباو يفوز على ريال مدريد 2-1. نعم صديقي العزيز، وفالفيردي بيبعت لبرشلونه رساله كده، خدوا الصداره كملوا بالصداره بس لو زهلتوا بعد كده مع نفسكم بقى. عاش فالفيردي والله، لا عاش فالفيردي. مع احترامي لاخوانا كل مشجعي ريال مدريد، اخوانا بالراحه كده، انتوا شايفين ان السنه دي في عك، وشايفين ان لا مؤاخذه يعني احنا بنعمل كل حاجه علشان خاطر نخلي الفرقه تخدم على كيليان امبابي. فمعلش يا ابن عمي، انت بتعك وعندك مدير فني بيقول حاضر ونعم لجدك بريز وليلتك كبيره وحواراتك كتيره، مش بعد كل العك ده تيجي تاخد الدوري او تيجي تصدر الدوري بدري بدري عشان خاطر برشلونه زحلاله في ماتشين ثلاثه؟ معلش اديني استحقاقيتك كده، وبعد كده لا مؤاخذه اقول لك ان انت استحق الصداره عن جداره، لكن ما تبقاش بتعك والدنيا عندك واقعه وبتلعب شوط اول دايما واقع، والدنيا بالنسبه لك ما بتكونش افضل حاجه في الشوط الاول. شوط اول بتعتمد على ان المهاجمين بتوع الفرق المنافسه بيقعدوا يضيعوا، بتعتمد على تالق كورتوا، بتعتمد على بلا بلا بلا، وهوب فجاه الشوط الثالث تنزل تدوس على المنافسين. سيناريو ديجافو بيتكرر بقاله سنتين يا جدع. والله الموضوع بقى صعب يا صديقي، مش عارف اغرمي انت بتحمل ازاي كل ده، بس شابوه لولد الحاجه فايزه صراحه. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. انا كنت خايف من كيليان امبابي يكسر الدنيا مع ريال مدريد، انا عارف انه كده كده هيكسر الدنيا، بس البدايه دي لازم ان هو يبداها علشان خاطر لو ما بداش كده هيتفرعن وهيقرفنا وهيقول لك ان كيليان امبابي جه نايم الدوري الاسباني من بدري. لا الدوري الاسباني صعب برده، التحديات بتاعته صعبه، فطبيعي ان كيليان امبابي الدنيا بالنسبه له ما تبقاش افضل حاجه. بس حلوه ال 4 4 2 بتاع جد كارلو دي. انا بحب جد كارلو ان هو ما بيلعبش كتير في الاساسيات. بص احنا جربنا تشكيل ونفع نكمل بيه، المشكله جربنا داني سيبايوس وتشاوميني في نص الملعب ولقيناهم كويسين تمام والجمهور انبسط وكلنا انبسطنا، يلا يا باشا نلعب بيهم تاني. فالفيردي ناحيه اليمين قدام فاسكيس، وانسيسو او اسانسيو هيلعب مع رودريجو، هيلعب مع روديجر، قدامهم سيبايوس وتشاوميني، وقدامهم كيليان امبابي ورودريجو. طبعا جود بيلينجهام على الورق انت حاطه ناحيه الشمال، بس هو اغلب الوقت بيضم لجوه، يعني هو اغلب الوقت بيضم لجوه، بيضم لجوه مع فرانشيسكو. طبعا صديقي العزيز فرانشيسكو جارسيا من اللعيبه اللي المفروض ان هم بيهاجموا افضل ما بيدافعوا، ولكن صديقي العزيز في لعيبه ينفع ان انت تلعب بيها كتغييره، انما لما تبدا بيها هتلاقي الوضع بالنسبه لك مش افضل حاجه. بدليل مثلا ان جدك كارلو اول ما اتزنق واول ما لبس هدف اول عن طريق برينجوير، برينجوير ده الفيرود بتاع فريق الفيرود بتاع فريق اتلتيكو بالباو، معلش ولاد الحاج ويليامز كل واحد فيهم بيلعب على طرف، يعني ولاد الحاج ويليامز كل واحد فيهم بيلعب على طرف، والراجل ده برده ساعات بيروح على الطرف وبيخلي هناك ويليامز هو الفرود، وهناك ويليامز ساعات بيروح هو على الطرف، لان طبعا يا صديقي العزيز انت هتلاعب ريال مدريد، معنى كده ان جود بيلينجهام هيهاجم ولو فرانشيسكو جارسيا، فانت هتهري الحته دي هجوم، لان الحته دي هيكون فيها مساحات كتير فهتلعب فيها براحتك، وده اللي فعليا كان بيعمله هناك ويليامز النهارده. نيكو ويليامز الناحيه الثانيه الامور بالنسبه له ما كانتش افضل حاجه، لانه قدامه فالفيردي وقدامه باسكس. فالفيردي عمل كام دقيقه؟ فالفيردي عمل له اكتر من 90 دقيقه تمام، بس هي دقيقه واحده وغلطه واحده دمرت الماتش بالنسبه لفالفيردي. طبعا احنا بنتكلم على فريدريكو فالفيردي مش ارنوتس فالفيردي مدرب اتلتيكو بالباو، فالفيردي ده عمي وعم عيالي حفظ لي الصداره. بالنسبه لريال مدريد، لو انت بقى عايز تتكلم على ان ريال مدريد ايه اسوء حاجه فيه، اسوء حاجه حاليا انك بتحاول تخلي المنظومه كلها تطوع كيليان امبابي، بس يعني انت تحاول تخفي الفرقه كلها في انك تخلي كيليان امبابي هو السوبر ستار بتاعك. للاسف دي حاجات تسويقيه بيحاول يعملها بريز، وطبعا انا قلت لك في اول الفيديو انت عندك مدير فني بيقول حاضر ونعم كتير، فمعلش عايزين نخلي كيليان امبابي هو النجم اول ما يجي تمام، وفي غياب فيني لا فرق معاك جدا. فيني الوقت فيني غيابه فرق قوي 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 مع ريال مدريد صراحه. فينيسيوس انت يعني بتتكلم على واحد من افضل لعيبه في العالم، لما يكون افضل لاعب في العالم غايب عنك فلا فارق معاك جدا، يعني فيني فارق جدا مع كيليان امبابي. فيني كان ياخد العمق ياخد الطرف ما عندوش اي مشكله، يعني ماتش زي ماتش النهارده مثلا انت ما كنتش بتلعب بعمق، انت كنت بتلعب بكيليان امبابي اللي اغلب الوقت كان بيطرف نفسه ناحيه الشمال، وجود بيلينجهام كان بيخش لجوه، ورودريجو كان بيحاول ان هو نوعا ما يطير ناحيه اليمين، فانت كنت شايف ان في مشكله. العمق عندك فاضي، يعني العمق عند رودريجو تمام، رودريجو ما بيخش لجوه كتير، جود بيلينجهام هو اللي بيبقى جاي بيخش لجوه، عندك مشكله في العمق. يعني انت عندك مشكله في العمق، المشكله دي كان يحلها عيل زي فيني، يعني فيني لو موجود النهارده يحل لك كل المشاكل دي. ولكن صديقي العزيز لازم تتكلم على برضه ابراهيم دياز لما نزل مكان داني سوبايس، مع التركيبه بتاع داني سوبايس وتشاوميني ما نفعتش، فراح منزل ابراهيم دياز
وقرر ان هو يدخل فالفيردي لجوه. معلش يا جدع كارلو بقى بيقعد يلعب في الماتشات زي ما هو عايز ويقعد يغار زي ما هو عايز. فالفيردي نبدا بيه مين عادي، ندخله جوه في نص الطريق عادي، وممكن كمان نقلبه باك يمين في اخر الماتش عادي. جدا كارلو ماشي نفسه بال 11 12 13 لعيب اللي موجودين عنده، 13 لعيب ما ماشي نفسه بيهم وعارف يشتغل بيهم. اي حد بيعطل بيخلي لاعب تاني يتحرك يروح مكانه، ما عندوش اي مشكله خالص. معادله كامافينجا، اتزنقنا في اي لاعب اه حط كامافينجا مكانه. ابراهيم دياز نزل مكان داني سوبايوس، فرناند ميندي نزل مكان فرانشيسكو جارسيا، عادي يعني كانك شفت جارسيا نزل مكان مين دي مفيش مشكله. مودريتش طبعا نزل مكان اولو لتشاوميني اول ما اتزنق وشاف ان الفرقه ده ضربه جزاء. اه ما هو في ضربه جزاء حصل على ريال مدريد عن طريق روديجر، طلع في كره ثابته غلط حارس المرمى وحصل ضربه جزاء، ولكن ريوبالا حارس المرمى قدر ان جوليان قدر ان هو يتصدى لضربه الجزاء. ده حارس صغير مواليد 2000 قدر ان هو يتصدى لضربه الجزاء، عمل النهارده واحده من الماتشات المحترمه جدا جدا جدا. تقريبا كده فالفيردي قلب على اوناي سيمون، وما عادوا دكه ومخليه ما بيشمش الملعب خالص. طبعا اوناي سيمون وحارس مرمى منتخب اسبانيا، الراجل السنه دي ما لعبش غير 36 دقيقه بس. هل اوناي سيمون كان مصاب؟ ممكن يعني. هل اوناي سيمون لسه راجع من الاصابه؟ ممكن برضو. لا هو ما كانش مصاب. اوناي سيمون كان مصاب، قعد في الاصابه 3 شهور بس. برضو لازم تتكلم عن جوليان، عمل مباراه محترمه. علشان يجي فالفيردي ويخلص الدنيا بخطا غريب، فالفيردي بياخد الكره بيخش بيها لجوه بيقطعها منه جوروزيت، اللاعب اللي نزل مكان بينجوير. جوروزيت قدر ان هو ياخد الكره ويسجل هدف تاني علشان يتقدم لفريق اتلتيكو بالباو، واتلتيكو بالباو يحافظ على التقدم ده حتى في ظل محاولات جدا كارلو ان هو يعمل اي حاجه تغير الدنيا. يعني جدا كارلو راح مطلع اردا جولر ونزل مكانه فاسكيز، طلع فاسكيز ونزل مكانه اردا جولر. مش عارف الناس الجولر الثلاث ده يعمل بيه هو اندريك. يعني هو منزل جولر وهندريك على اساس ان هم هيحلوا له المشاكل اللي حصلت خلال ال 88 دقيقه، هيقدروا ان هم يحلوا له المشاكل دي. عاش يا جدع كارلو والله عاش. تاني وتالت ورابع صديقي مشجع ريال مدريد، انت شايف العك اللي بيحصل السنه دي، وشايف المشاكل اللي بتحصل السنه دي، وشايف محاوله ان انت بتحاول تخلي كيليان امبابي هو السوبر ستار بتاع الفرقه ويدوس على اي حد، شايف كل ده، وشايف منظومه ريال مدريد اللي بتفتقد لباك يمين وبتفتقد لباك شمال كمان. يعني مع احترامي طبعا لجارسيا ومع احترامي لمندي، انت عندك مشكله في الباك اليمين وعندك مشكله في الباك الشمال. كان عندك مشكله في المساك، لكن لقيت لعيب طالع لك من تحت اسانسيو، لعيب بيقدم مستويات محترمه جدا. فانت شايف ان انت عندك مشاكل كتير، حتى عمق الملعب انت كنت محتاج تجيب لعيب دافندر بديل لرحيل الاسطوره توني كروس، ولكن انت قلت معلش انا هكمل بنفس اللعيبه اللي موجوده. طيب انت عندك كل الحاجات دي طبعا يعني، وانت محتاج فروت يعني كده امبابي مش الفروت التسعه التسعه، فانت محتاج كتير، ولكن مع ذلك هيفضل يقول لك اصل شخصيه البطل اصل كذا واصل كذا. برضه ريال مدريد فريق كبير وهيفضل فريق عظيم، ولكن تاني وتالت ورابع لما تقدم عك كتير ما ينفعش ان انت كل شويه تفضل تقول اصل فريق كبير اصل فريق عظيم. فرقه بتعك بقالها فتره والتطبيل كان كتير قوي وكان مبالغ فيه، وفجاه الدنيا بدات تبان بالنسبه لريال مدريد ان الامور لا مريانه مشاكل. التطبيل من ناحيه السكواد والتطبيل من ناحيه اصل ريال مدريد جاهز، واصل بص على جود بيلينجهام وبص على فيني وبص على رودريجو وبص على كيليان امبابي، تمام. اللي تحت الناس دي بقى، احنا عملنا جالاكتيوس، ظبطنا خط الهجوم بس خط الدفاع وخط النص ورا مننا ونعمل جالاكتيوس.